السلام عليكم أعزائي المشاهدات، مرحبا بكم في مرة أخرى في حلقة جديدة من قناة وصفات الأحلام. اليوم إن شاء الله نقدموا مخامر أو البطبوط المغربي بطريقة تقليدية، خفيف وهش. كنتمنى يعجبكم، تابعوا معي المقادير وطريقة التحضير. نبدأ على بركة الله بالمقادير. نحتاج كيلوغرام من الدقيق الأبيض، نصف كيلوغرام من دقيق القمح الرطب أي الفينو، كمية واحدة، كميتين من الدقيق الأبيض، ماء دافي للعجن، ملح، ونحتاج خميرة فورية ويمكن استبدالها بخميرة الحبوب. الآن نحتاج قصرية للعجن أو إناء العجن. نضع دقيق الفينو نصف كيلوغرام، ثم الدقيق الأبيض كيلوغرام واحد، الملح، ملح يبقى حسب الرغبة، نخلط الكل هكذا. ثم في الوسط نضع خميرة الخبز. نبدأ بالعجن، نذيب الخميرة في الماء، الماء الدافئ، ثم نعجن باقي العناصر على هذا الشكل. بعد أن جمعنا العجين الدقيق نقوم بالعجن. ضروري أن تكون العجين خفيفة للحصول على مخامر أو بطبوط هش. نضيف القليل من الماء هكذا، ندخل الماء شيئا فشيئا على هذا الشكل، ثم نعجن. بعد أن انتهينا من العجن نقوم بتغطية العجين وتركها لمدة 6 دقائق إلى 7 دقائق بهذا الشكل. الآن سأقوم بتقطيع العجين إلى قطع صغيرة على هذا الشكل. هكذا بهذا الحجم، ثم ننتقل إلى المرحلة الأخرى. الآن سأقوم بصنع كرة صغيرة من العجين بشكل دائري على هذا الشكل. أقوم بوضع عليها الفينو الذي قمنا باستخدامه في العجين على هذا الشكل، ثم أضعها جانبا لترتاح. الآن نقوم ببسط العجين على هذا الشكل، نضع دقيق الفينو على شكل دائري. على هذا الحجم، الآن قمنا ببسط العجين ووضعه فوق منديل. حصلت على 12 قطعة، أي 12 من البطبوط أو المخامر. سأغطيها وأتركها حتى تختمر ونلتقي. الآن بعد أن خمرت العجين سنحتاج إلى مقلاة خاصة بالمسمن أو الملوي. أنا لدي هنا فرن خاص بالمسمن أو الملوي. نضع فيه القليل من الزيت على هذا الشكل، ثم نضع العجين هكذا. وسأقوم بتقب مخامر أو البطبوط على هذا الشكل بواسطة شوكة. الآن سأقوم بقلب البطبوط أو المخامر على هذا الشكل بعد أن نضج من الأسفل، وهذا هو شكل مخامر أو البطبوط المغربي بعد أن انتهينا من الطهي. أتمنى أن ينال إعجابكم. إلا عجبكم فيديو ديال اليوم ديروا لايك للفيديو، بارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم، تابعونا في القناة وشاركوا في الصفحة ديالنا في الفيسبوك. السلام عليكم.